قاموا في صلاة صلاة التراويح مثلا نصلي الجزء الكامل، ما حكمه إن أكمل شخص واحد بالجزء؟ محي الدين، ما لم أفهم سؤالك. أنت تقصد أنه يتولى التراويح اثنان أجل هكذا؟ ها أجل نعم، يجوز أن يتولى التراويح أكثر من إمام، ونحن نشاهد الآن الحرم المكي والمدني يصلوا أكثر من إمام، يصلون التراويح ولله الحمد، يجوز. وفهم بعض الناس لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف أنه لا بد أن يكون إمام واحد، لا، هذا فهم مغلوط. وإنما المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام، يعني صلى معه صلاة التراويح كاملة، سواء الإمام أو المؤذن أو أكثر من إمام مثلا، المقصود أن يكمل الصلاة معه في ليلة واحدة، هذا المعنى. ولذلك يجوز أخي الفاضل.